مساء الخير، حلقة جديدة الليلة من على الأكيد، البرنامج القانوني الأول بلبنان وبالعالم العربي. البرنامج مفتوح ليسمع قصصكم عبر zavenonline.com أو عناويننا على شبكات التواصل فيسبوك وتويتر. أساتذة وسيم عداد، كلودين الراسو ومروان سنو، أهلا وسهلا فيكم. سوا منشوف شو ناطركم الليلة. بحلقة الليلة من على الأكيد، ثلاث قضايا مثيرة للجدل ووصلت على برنامجنا، وسعينا بكل جهدنا لنحلها حبيا. ضيوفنا الليلة تعرضوا للنصب، انحرموا من التعويض، واحتال عليهم أقرب شخص منهم. تابعوا معنا قضية راقية يلي اجت لعنا للطالب شركة سيكوريتي كانت تشتغل عندها سابقا بالتعويض، من بعد ما فللوها هي وعدد من العاملين من أصحابها بين ليلى وضحاها. كون إلك حق وغيرك ينكره، هو عارف أنه أنت إلك. ومن كفي مع ضيوفنا احتالت عليهم متعهدة حفلات بتنظم حفلات موسيقية لفرق شبابية وما بتعطيهم حقهم. ومن ضحايا هالمتعهدة ما حدا غريب علينا، هي نسرين، فرد من أفراد عائلة على الأكيد. وعادت منا بمشاريع موسيقية وإيفنتس، لسوء الحظ ما صدقت ولا واحد منهم. لا والله هذا الشيء مش مضبوط. بس بالبداية قضية للأسف كتار من النساء بيعانوا منا. زوجها، أعطته مصرياتها، فطلقها. بس صباح ما سكتت وقصدتنا لتواجهه. عيلته هني إجوا قالوا لي أخذك على طمع. بتقول انه زوجها استغل ماديا على مدى سنوات، ومن بعد ما تنازلت عن كل حقوقها بعده عم بدفعها سندات سيارته. رحبوا معي بالسيده صباح العافيه. صباح، اهلا وسهلا فيكي. حضرتك عم بتقولي انه بقيتي 8 سنين متزوجه. أيوة. وبهالثمان سنين اكتشفتي متاخره بعض الشيء انه كان عم يستغلك. متاخره كثير، متاخره من اول ما تزوجني. يعني عيلته هني اجوا قالوا لي اخذك على طمع. شو لهم؟ انه شو في طمع؟ يعني انه انا موظفه عاديه، مزوج ولا شيء، شغيل عند اخوه محل البسه. مزوج، عنده 5 بنات. كنت عارفة انت بهالشيء قبل؟ اول شيء ما كنت عارفة، بعدين عرفت قبل ما اخده، يعني عرفت، يعني كنت تعلقت فيه. فقلت له ماشي، على اساس منهار ومتضايق ومخنوق من مرته بده ينتحر، انه كتير مقاسة معه. ما هو كل واحد بده يطلع من مرة بيعملها هي يعني اقل العالم. الشيطانة. ايه، انه ابدا مش مرتاح، هو الملاك وهي ابدا. يمكن هي تكون أحسن العالم. طيب أوكي، تزوجت. صار أول ما تزوجت على أساس أنه نتزوج ونقعدوا بأمن حقوقهم وطلباتهم، ماشي. تزوجنا، صار لا بده يعمل يوم هون يوم هون. قلت أنا شو يوم هون يوم عندي يوم عندها. قلت أنا تزوجت هيك، أنت ما أنت عارفين حياتك على أساس. قلت أوكي تعال نوقف هون ورجع محل ما بليها. كيف؟ قلت ما بطلقك. قلت انا ما بستمر بها، ضلينا على سنة على خلاف انه ما بدي. من الطبيعي ما يكون بدك زوجك يعيش يوم عندك ويوم عند زوجته السابقه يلي على اساس بيكرهها. قلت ما زال عينك فوق، ليش جيت لهون؟ رجعت فوق، خليك فوق. ما رجع وضل عند صباح، وصدقت ضيفتنا انه زوجها بالاخير اختارها لها، وعلى هالاساس لتساعده رحت اخذت قرض وفتحت له محل، انه ما بدي اياك شغيل عند اخوك، انا موظفة مالية. وموظف المالية مثل ما بنعرف الدولة بتقدم له تسهيلات كتيرة، مثل قروض، مدارس، استشفاء وغيرها كتير. ويمكن هالمعلومة بتفسر شو كان قصد اهله لما قالوا له اخدك مصلحة. طلعته ومن عند اخوه فتحت له محل وماشي الحال،
البحر. اختلفنا، قلت له اوكي اترك المحل واطلع برا، قال ما بطلع من المحل ولا بتركك. يعني تقري اسا مش محسن وضعه يمكن. انه ما في عندك اولاد منه؟ لا. هو اصغر منك بالعمر؟ اصغر ثلاث سنين وشوي. ثلاث سنين وشوي. خلينا نشوف كل التفاصيل اللي حضرتها كارول غلام معي قبل ما نتابع بالمواجهه. رجي اذا سمحتوا تقرير مع كارول غلام. بال 2005 تزوجت صباح للمرة الثانية من خالد مواطن سوري، وسئت فيه هربا من كلام المجتمع عن المرأة المطلقة، ولكن تبين لبعدها أنه تزوجها عن طمع. ثالث يوم كنا متزوجين حسيت حالي ندمت أنه أنا شو خطيت. أنا قلت له أنا طالما أنا أخذتك أنا ما بدي إياك شغيل عند أخوك، انا بجيب لك مصاري. وقال انا ما معي، قلت له انا بجيب لك مصاري. راحوا ابن اخوه معي، نطروني قدام البنك، سحبت المصاري غطيته اياهم. اول مره جبت له 15 مليون اول مره، لانه بوقتها ما بيعطون مبالغ مثلا كبيره، وبيعطوني على قد نسبه معاشي. صباحا عطيته كل شيء بتملكه، تدينت حتى توقف حده وتوقفه على اجريه، ولكن يبدو انه خالد كان عم بخطط لتركها والزواج بعدها من موظفه كانت عنده بالمحل. هو طمع، صار كل ما بده يحكي كلمه يقول لي ليكي مخنوق، علي دين، مصاري ما يعطيني اول فتره، ما يصرف علي، انا اصرف عليه، اصرف عليه صرت اصرف على عائلته. كل ما خرب غرض هيديك صارت كرملة، عرفت المصاري مني صارت تخرب الغراض لحتى يجيب لها مصاري. طلب الطلاق، وما قدرت صباح تحصل إلا على القليل القليل بعقد وقعه عند كاتب العدل. أنا وقت تنازلت عن هول على أساس أن عن مقدميك ومؤخرك. ما كنت بدي تنازل عن مؤخر، خي قال لا تنازل، قال هو ما بمضي إذا ما تنازلت عن مؤخرك. قلت له ليش، وحنطلع على بكرة، هي بدك تنازل مضيه مضيه. ايه اخريك اللي هن قديش تقريبا؟ 35,000 دولار. اوكي. اعطاني سياره رانج ب 7,000 دولار. طلع بيكمل هو على اساس حقه؟ طلع على اساس هو حقه 17,000، طلع حقه 7,000. طيب وشو اول بند انه يدفع؟ وهو تكفل انه بيدفع بالاقساطه وبيسجل لي الرانج بس يخلص الاقساطه، وبيدفع كل شيء، مدفع له التامين وكل شيء. قال لي بس بده يدفع قرض بالبنك لبنك الاعتماد اللبناني قيمه الاقساط تبعه 520,000 ليره. خالد ما التزم بالبنود، ما دفع المقدم والمؤخر او القروض يلي التزم بدفعها عند كاتب العدل، فتوجهنا مع صباح على محل اقاربه يلي تعهدوا بمساعدته. اليوم صباح بدها حقها، هي اللي عايشه بالدين وببيت بالاجار، واملها الوحيد انه على الاكيد يجيب لها جزء من مال ضاع منها. يعني ابني هو بيهتني بس انا ما لي عين، يعني بصفن، يعني صرت في مرحله. صرت بمرحله شو؟ صرت اخجل انه اذا ابني طلب مني شو ما اقدر اعطيه. وقت اول كلمه بيقول لي اياها كنت هداك سحبت له مالنا واعطيتيه وقعدتينه نحن نتدين من هون وهون. هذا أسوأ شعور بكل هالتجربة. إيه؟ بعد الفاصل، هل حزن صباح وأهرة رح يأسروا بزوج السابق ويرجع لحقها؟ عيب عليك تاكل حق مرأة وتعمل حالك بالفاس. صباح عنا اليوم بعد ما طلقها، زوج الرابعة وأخذ منها مالها ومال ابنها. هذا أسوأ شعور بكل هالتجربة. إيه؟ أسوأ شيء. كله فيك تتعاملي معه إلا قصة ابني.
انا بعد كل شيء انصدمت انه انا اللي كنت مغشوشة فيه، انه بدنا نعمل وبدنا وبدنا وبدنا. قاعد عم بخطط تاري لبعدين، عمل فيلم طويل عريض علي، انا جايتني ذبحه. اجي ما اتصلت فيه، قلت مشان ما الهيه عن شغله ينزل على البيت، اما قال له في جايتني ذبحه. ما قال لي قومي لاخذك عند دكتور او شيء. لقيته غير تحجج بالمسج انه انت عم تحكي علي على الكمبيوتر، حمل اغراض وراح. رسالة لضيفتنا على الفيسبوك كانت حجة كافية لخالد ليطلب الطلاق ويروح يتزوج. ومضمون هالرسالة نصيحة لصباح انه ما ترضخ لظلم زوجها وتواجهه. هالظلم يلي سبب لها 5 ذبحات قلبية بظرف 8 سنين، ويلي كلفها 4 قروض من البنك وغيرها من المصاريف بتوصل قيمتها ل 90 مليون ليرة لبنانية، ويلي أكيد ابنها أحق فيها. أنا مش مجبورة لا عيشه لا له ولا لهيديكي على حسابي، وأنا ابني أنا وابني قاعدين نتفرج إنه مالنا عم ينصرف على غيرنا. كله هو كان يحلم يركب بسكليت، شغيل عند أخوه كان يدوب ياكل. منين صار له محل؟ هو كان يحلم منك. إيه طبيعي، ما كل العالم تعرف. نعم. كل الناس تجار كلها ليمونة. استاذ مروان سنو، قانونيا في الطالب بشي اليوم لزوجها؟ هلا اول شيء قانونيا كونها هي صار في طلاق بيناتهم، او بالاحرى مخالعه، لانه طلاق مقابل ابراء ذمه له، وبالتالي كحقوق زوجيه ما بقى عندها حقوق الطالب فيهم. تحولت هالحقوق، او بالاحرى قدم له هو بالمقابل بهالاتفاقيه، عباره عن يدفع له قسوطه عن سياره وشي من هالنوع. هيدي صارت حقوق مدنيه فيها الطالب فيهم قدام المحاكم المدنية كدين ثابت بموجب اتفاقية. هي غلطتها انه مضت على هي غلطتها انه قبرت له زمته، وهالدين هالمبلغ اللي كان فيها تاخده بموجب المهر عم تاخده صارت كحق مدني. بطل عندها الحبس وعقصت ومقصط، يعني حق مدني مقصط. ايه بس هلا اللي ما دافعون مثلا شو بنعمل؟ بدك تقيمي دعوه مدنيه. دعوه مدنيه قدام قاضي المنفرد، يعني حسب الماده 847 اصول محاكمات مدنيه فيك انت تاخذي هيدا الاقرار اللي معك او الاتفاق وتنفذيه دغري مباشره قدام دائره التنفيذ، لانه هذا سند رسمي. رحت على المحكمه، رحت على المحكمه. قام هو قال لهم انا معي وصولي، انا اني مشتري البضاعه. طبعا هو بده ينازع بهذا. ايه طبيعي بدك تشتري انت البضاعه لانك انت قاعد بالمحل. انا بشتغل حطه باسمك صوريا بدك. ايه حقه هو ينازع، عندنا موضوع تاني. هلا حقه هو ينازع يجي بس عندنا موضوع تاني. هلا هو عم ينازع على موضوع تاني، هي معه هون اتفاقيه انه يدفع هو بالشهر كذا وقصه السياره، بما انه ما عم بدفعهم بتقدم فيها تقدم دعوى بالاستحصال على المبالغ الثانيه. بس هو مشان هيك ما حط يعني ناقل كل شيء من اسمه على اسم ابن خيو. هذا موضوع ثاني، هذا موضوع ثاني. اذا قرب الاصول ثاني، قرب الاصول ما تحصيل شيء. هيدا عيب. هدول كل الامور المحامي بيشرح لك اياهم، بس احنا عم نحكيهم بشكل عام. اذا في موضوع تهريب اموال، يعني هو هرب هالاموال عشان انت ما تحصلي ديني، المحامي بيعمل لك شكوى جزائيه بهيدي الحاله بموضوع تهريب. خيو بيقول لي ابن خيو بيقول لي اعملي اساءة امانه. لا ما في اساءة امانه. اذا بالقانون صباح فيها ترفع دعوى مدنيه ضد خالد لتحصل حقها بالمحل والبضاعه، وتفرض عليه سند تنفيذ ليوفي سندات البنك. وبعد ما وضحنا وجهة النظر القانونية صار وقت ست صباح. شو ناطرة من برنامج على أكيد؟ أنا جئت لهون إنه متأملي إنه المساعدة من الموجودين، لأنه أنا وصلت لمرحلة صرت بس عم بتفاجئ. أنت اليوم عايشة لا تفيلو دي؟ أبدا. على كل الأحوال الوسيطة سنة عتريسي موجودة هلأ بمنطقة طرابلس لمتابعة هذا الموضوع مع طليقك. خلينا نشوف شو راح يصير معه. ريجي إذا سمحتوا دوبلكس سنة عتريسي. شو يا سنة؟ إذا بان نحن هلا قدام المحل عم فور. دخلت سنة المحل، ضلت الكاميرا بالسيارة لدقايق قليلة تنطمن إنه خالد أخذ الاتصال. ألو. مرحبا خالد. مين معك؟ كيفك يا خالد؟ زبان معك، وانا عم سجل هلا هالتليفون وعم بحكيك انا من تلفزيون المستقبل. وهلا تلفزيون المستقبل؟ نعم. فيك تحكيني بعد هلا شوي بس لشوف شو القصه؟ ايه ما هي القصه، انت بدك تقلي شو القصه، انت شو علاقتك بصباح اليوم؟
انا ما عندي علاقه معها. نعم. وكانت زوجتي. نعم. بعد من سنين ما تم في اتفاق بيني وبينها، يعني هي بويتي وانا بويتي، وخلعنا بعض بالمحكمه عن حب ورضا يعني. نعم، انت عم تقول انه انت بوادي وهي بوادي، بس كل واحد باي وادي، يعني شو كان مفرقكم؟ عادي الحياة هي هي. إلو عين يحكي بعد كل المنيح اللي عملته معه؟ إلو عين؟ قويته ببيتي؟ خالد اذا دشرته على رضا عم تحكي انت، لما صار في مخالعة انت هالرضا ليه ما كملته لما تعهدت انك تدفع سندات السيارة؟ عم بدفع وقال لك اني انسحب من الرنج. هيدا كلام اخلاق مني اعطيتك اياه هيك. اخلاق اعطيتك اياه واتفقنا عليه عن كتب عدل ومصدق من عكس اخلاق منه اعطاني اياها. بس لما بترفع انت دعوه علي وبتدعي بانه كل شيء والله صرت 520. انت هلا عم تدفع الاقساط الشهريه؟ صحيح 520,000 شهري من الاعتماد اللبناني. هيك ما بنمشي الحال نحكي. بعد ما حكينا يا خالد طول بالك وصل لك الحديث. المشكله بيني وبينك 8 سنين زواج، فعلا لما تركتك اكتشفت انه 8 سنين خدعتيني بالكذب والنفاق. وقال لك انت عم بتوهم انه انت انسانه سابقه معي. عن جد؟ قال لك كان معيش بوهم. خليني اسال ومين فتح له المحلات وكيف صار عنده محل؟ من نلو. بحطهم بعرق جبيني انا. اي جبين؟ من نلو. بعرق جبيني، بعرق جبيني انا اللي عم بشتغل ليل نهار. اسمعني شوي، انت عم تعطيني كارد مش عم تعطيني اياه من عندك، انت عم تعملي كارد انت زوجتي كنتي. اذا زوجتك كنت مجبوره ادفع ديونك؟ لا ما عاد عم يجبرك تدفع ديون، ولكن انت زوجتي لما انت بتعملي كارد انا في عندي كثير عالم تعمل لي قروضه، بعدين انا ما عم بدفع، انت ما عم تعطيني كارد ورد لك الكارد، انا عم رده مع فوائد. وين؟ لمين كنت ترده؟ ما بيني وبينك نحن فصل لي كيف كنت ترده؟ معلش خليني فصل لي كيف كان يرده؟ انت شو اللي بيثبت انه اعطيتيني؟ كيف كان يردون؟ كيف كنت تردون؟ انت شو اللي بيثبت انه اعطيتيني كارد؟ الاوراق. بس انت كيف كنت تردون؟ انا فيني انكر اذا بدك، انا ما شفت اوراق، انت ادعيتي انه شفت. لا البنك موجود والمدير موجود والموظفين موجودين. انا عقرود العل، انا ما معي خبر، هذا كلام انت عم تدعيه. ما معه خبر. انت عم تدعيه. انا عم بدعيه هلا. انا مش عم بنكر، اسمعي شوي، انا مش عم بنكر، ولكن انا عم برد لك اياها ضمن شعريتك. كيف انت شو كنت تعطيني؟ هيك اتفقنا نحن، ما في شو كنت تعطيني؟ معلش بدي اعرف كيف رد لي اياها. انت عم تاخذي من شو ما كان يكون. انت لو ما عم بتفكر لا كيف شو ما كان 10,000 كانت صفقه كم قلبي فوائد. انت ما بتعرفي انا كان انت وابنك رح مكتسبوا من خيري. فشلت سوري يعني عن جد فشلت فيها هيدي. انت واولادك لا كل اسبوع عم تبعت لاولادك $200 مني. انا كشفي كله بسببك، عيب احكي هالكلام، عيب احكي هالكلام. لحموا اكتافه طلع معاشي انا اللي اخذته كله، طلع انا عم معيشني هو، ترى لاني بعطيه بيرجع بطعمينا هو. انت بالاذاعه وتحكي هالكلام، انت لك عندك انسان ما بيستحي. عن جد انسان ما بيستحي. اما تيجي توصي القصه والكبريه شو انتهى؟ لا ما انتهى، مالي ما مني مالي. خالد بدي اياك ترو صباح، بدي اياك تروقي، نحن داخلين بوساطة لنصالحكم، انتو انفصلتوا عن بعض، بس على القليل لتعملوا انفصال مرتب، وانفصال اللي فيكي وكمان بنفس الوقت اللي فيه، لأنه بالنتيجة انتو يعني احتراما لهالثمان سنين اللي عشتوها سوا لازم اللي بده يعني يحترم هو اللي بده يحترم. زفان حس انه الوضع عم بيزيد عن حده، فقرر يهدي الأجواء، ولكن الظاهر خالد وصباح بعد حتى ما بلشوا. خالد حمشو بتحداك. انا ما فيك تحديني. بتحداك قدام العالم كله. اصلا لو الك عندي شيء ما وصلت لك للاذاعه. لانه بعرفك اكل حقوق، مشان هيك انا وصلت لك كل علي. وانت الدنيا كلها علي، لميت امك. انا وصلت لك لحظه. وربي معي ما انا وصلت لهون لانك اكل حقوق نكار. لانك بتاكل اللقمه بتاكل بالصحن وبتبزق فيه. التجار الشهدي على هالقصص. خالد مصر على موقفه وصباح معصب.
ونحن صراحة بلشنا نعفل هم صحتها. ما تنفعلي يعني خليكي رايقة انت رايقة بس علي. اللي بيقهر اي ست عمليات بسببه هو وولاده. ست عمليات كده تعرفين الله. لا خالد وصل. لا خالد عيب. شوف لوين وصل خالد عيب. هيدي زوجتك السابقة عيب تحكي فعلا. كلام بزعل. معقول بعد عشة عمر ينحكى كل هالحديث على التلفزيون؟ بس صباح ما قدرت تسكته. والله لو بيكتب ميل هارون بيطوب لبنان كله باسمي. والله ما برده خادم عندي. خادم ما برده لعندي. عيب عليك تاكل حق مرة وتعمل حالك رجال. عيب عليك. لا هلا بتعرفي شو المشكله؟ عن جد شي بيفور الدم. عامل حاله زلمة حنطع شوارب وبياكل حق النسوان وبيروح بيبرم ظهره وبيقول لك انا عايش انه هم اتجوز اخذ ست الحسن ومشي انه انا ميلي معلش يصرفوا هو حلال عليه حلال عليه عايشه هو وغيره حتم التمس لك الازهر وقول كان بيناتنا عشره نصب بما فيه الكفايه وبزياده بزياده مص دمي وانظلم معي 8 سنين عن جد وجع لي قلبي لاني انا الزلمه وهو المراه عن جد اخذ دور المراه بزياده عليه الكل قال رايه فش خلقه وهلا صار وقت ما ترسنه يتدخل انا حقول لك شغله انت بس جاوبني ايه اما لا هي بتتراجع عن الدعاوى كلها نسينا الماضي بتكفي تقصيص السندات تعول السياره بدل في البنك الثاني وين ما دفعت بتروح بتكفي قصوطها بتدفعهم انا ما اللي هي ايه انا تعرف شو عم تعمل استاذ انت هلا شو عم بعمل يعني عم تحكي شيء قناعت فيه منا انه انت بتروح بتدفع يلا هذا الحل ما هي فرجتك صورة غلط ده انا اساسا ما طلعت براك الدفع ثاني هام انا لما التزمت معك كان عندي محلات لما رفعت علي دعوة خسرت كل شيء يعني انا كرمال اني انا عندي انسان بحب ادفع الحق اللي عم بقدر عليه عم بدفعه يعني هلا بطلت قادر تدفع هذا اللي عم تقوله كيف؟ بطلت قادر تدفع لقصوطها؟ يا خي انا لا عم لا عم بدفع انا عم ملتزم له يا اخي انا مش خلص يعني حتكفي بدفع السندات؟ يا انا كلام ملتزم في هيدا انا مش مطالع براته ولكن انا ما عاد اقدر ادفع مثل ما اتفقنا لك ما امبارح تجوزت ايه والله يا استاذ سنة كيف تزوج وما معه ولا ليره يمشي؟ سؤال بينسأل وبعد اكثر من ساعتين من الاخذ والرد انا رح اقعد انا كعيب كعيد خلاص تسلم العشرة مش عارف حلينا حلينا أصعب حلينا أصعب القضايا بس قصتكم أنتوا راحت ما خلاص سكرنا البرنامج سكرنا البرنامج مش عم نقدر نحل هاي القصة سكرنا البرنامج يا زلمة إنه مش عم بعرف اتجوزت 8 سنين وعشتوا سوا هلا إنه في عندكم 80 سنة بركة جايين تعيشون بدكم تحلوها بيناتكم خلص بالنسبة لزفين لهون وبس أنا مضطر وقفكم هون لأنه بعتقد أنت وصلتوا لأسوأ محل ممكن يوصل عليه زوجين يعني إذا بيقولوا عن طلاق وسخ أنتوا هلأ بنص طلاق وسخ أنا مضطر هلأ وقف كل شيء رح أعطيكم 24 ساعة تعيدوا حساباتكم ومنرجع نجمعكم لنشوف إذا فينا نوصل لمحل موافقة صباح؟ خالد موافقة؟ على كيفك انا بالنسبه لي انا ما عندي مشكله بشيء اساسا ومخالص ومتفق انا وياها وعم بعطيها حقها لا شيء عم تعمل هيك مش عارف طيب هلا بدنا نعتبر انه انت ما حكيت شيء بدنا نرجع نبرد الاعصاب بدنا نروق 24 ساعه وبنرجع بنستأنف هالحوار شكرا لك خالد صباح شكرا لك ومنتابع معكم بعد 24 ساعه خلي معك هيك صار نطرنا 24 ساعة واتصلت وسطتنا كارول بضيفتنا وبخالد لتحاول تجمعهم ولكن للأسف اثنيناتهم ما قبلوا يجتمعوا مع بعض ماشي الحال فتوجهت كارول لحالة لعند خالد وكان سؤالها كثير واضح هل عندك نية تلتزم بالسندين المتوجبين عليه؟ كان الجواب بيبشر بالخير ظهر يا زفين هال 24 ساعة عطيو نتيجة واخدنا وعد من خالد انه يدفع المبلغ لصباح بعد رمضان انا اساسا ما بخل بالتعاهد انا اساسا ملتزم فيه عم اقول لك بدليل اني السنة عم بدفع للرنج انا هيدا اللي قادر هلا وبعد العيد انا برجع برمج للامور وبظبط للوضع هدول اكيد حقي انا ما بقول حق حدا اذا بده يدفع والظاهر نيته صافيه
ونحن يا خالد بدورنا بنوعدك وعبر التلفزيون انه رح نبقى متابعين معك على امل شي نهار نصور متابعة عنوانها خالد دفع لصباح. بعد الفاصل ضيوفنا الليلي تعرضوا للنصب وعادت منا بمشاريع موسيقية وإيفنتس، لسوء الحظ ما صدقت ولا واحد منهم. لا والله هذا الشيء مش مضبوط.